عنا جوزين كلام رح نحكيهن قصة ركز فيها تمام. باختصار رح نحكي كل شي صار قصتنا من الواقع أبدا ما نام. هاي سلام عنا جوزين كلام رح نحكيهن قصة ركز فيها تمام. باختصار رح نحكي كل شي صار قصتنا من الواقع أبدا ما نام. عمرته بناته حكاياته طريفة ظريفة ذكرياته صارت مسلسل بناته حياته. يا ليلي عبناتي وحياتي وهموم شيبوا لي شعراتي. 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 بعد لي حمى عليك يا بابا ان شاء الله الوجع الي مو لإلك. اخ 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 بابا تقبرني اعطيك حبة مسكن؟ لك لا يا بابا بس امك تقوم عن ايدي. اخ يا خي مع قلبك شر ان شاء الله. ممكن تتركونا شوي؟ حاضر عمو. لك مو انتوا الحاج تعالوا هون. بابا انتوا اتركونا شوي شوي. حاضر تكرم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. شمن شمن عمي بيرد الروح. يا حرام يا بابا، يعني كل هالمصيبة من ورا هالجوز ولسه قاعد عم ياخذ ويعطي معاها بدل ما يقوم يقلعن لبرا. عن جد البابا قديش حنون. تصوري غامر بحياته بس مشان يرجع بناته. اخلصينا انت كمان حنون ومجنون، شو استفدنا اذا كان جدي لعب بعقل تيس؟ شلون هي بقى ماما؟ يعني سرور لعب بعقل ابوكي وخلاه ينتحر؟ شلون؟ رح اشرح لك القصه اكثر مثل ما فهمناها من سرور. الله وكيلك الباقي ب 250 ليره 350 ليره. تفضل عمي. عم الدبب ان شاء الله. عفوني وديك ضيق عمي. شو ليش عم توجع؟ اسمع يا ابني انت وياه. تفضل عمي. الجواز يا ابني انت وياه مو لعبه، الجواز مسؤوليه. قلت عائلات متفككه وبطرقات اولادها. نسبة الطلاق عنا عالية جدا، بتعرفوا ليش؟ لأنه وقت الشاب يتجوز البنت والبنت تتجوز الشاب، آخ ما حدا عم يعرف حدا من حدا، آخ يا ابني لازم الشاب يعرف سلبيات البنت قبل ما يتجوزها، ولازم البنت تعرف سلبيات الشاب قبل ما تتجوزه. أنا مشان هيك كنت عم بتمهل بجوازتكم. بدي إياكم تعرفوا بناتي صح، وبناتي يعرفوكم صح، آخ. بس يا عمي انت اعطيتني شرط تعجيزي، يعني شلون بدي اعلم حمار كلمة انجليزي؟ لك يا عمو انا كنت عم اختبر ذكائك. انا بعرف ان الحمار ما راح يحكي انجليزي، بس كنت عم جربك. وللصراحة انت طلعت ذكي وطلعت غبي بنفس الوقت. ذكي لانك عطيت للحمار مهلة شي سنة لحتى يلفظ الكلمة ونفذت حالك، وغبي لأنك فكرت إنه عمك غبي راح يصدق إنه الحمار بيلفظ كلمة إنجليزي.
هلا مش الحال عمي، المهم الحمد لله على سلامتك. وانت يا غابي بدي اسالك سؤال، بكره اذا تجوزت وجبت بنات واجا واحد يتجوز بنتك وكان كذاب ابن 60 كذاب، تعطيها؟ اكيد لا. بس شو بتقصد عمي؟ المعنى بقلب الشاعر لك عمي. اذا سمحت عمو ما في داعي للتجريح، يعني غلطه وغلطه واجيت واعتذرت منك. عموما انا حبيت اجي اطمن عليك لانه بيناتنا خبز وملح وانا دايس بساطك هلا، والحمد لله اطمنت عليك وصرت منيح. انا ماشي. وانا كمان ماشي. قبل ما تروحوا ويا بناتي. شو بيعرفنا عمي؟ انا من شهادتي ما بعرف. ولا انا يعني معلمنا علمك، بس اذا بندرى بنقول له دغري بنجي. ايه. من لك لك يا كل لي لك قلوا لي وين بناتي وشو المطلوب على السريع، حاجة بتزوا فيني. يعني انا والله مالي فهمانه، كل العالم اجت شقت على ابوكي بما فيهم عماله بالمعمل الا هالدبه هي واختها. يعني معقوله ما وصلهم خبر انه ابوهم انتحر من تحت راسهم هن التنتين؟ مع انه كل هالمصايب من تحت راسهم هدول الاثنين. انا نازله اشوف شو بدي اعمل له اكل. ماما صابيره بس شوربه لانه حرام، مكسور حنكه وما نو قدران يحركه، اساسا الشوربه رح نشربه اياها بالشريمونه. اكيد. أمورة روحي، أنا كمان لازم روح، رح فوت ودعو وبكرة بجيب شقة عليه، وإذا احتجتوا أي شي حاكوني. ها لا تاكلي هم أختي، أنتي روحي لعند جوزك، نحن موجودين هون، بعدين ما بدنا نعذبك. يو أنتي التاني عذاب شو على أساس أنا ساكنة بالصين؟ إليكني فشخة. بابا حبيبي أنا رايحة، بدك مني شي بكرة برجع بطلع لك. الله معك يا بنتي، روحي. الله معك. الله معك مع السلامة. تعال أولاك. عمي أنا بحبها للبنت وهي بتحبني وأنا طالبها بالحلال، طالبها بالحلال يا زلمة. ما فيها شيء يعني إذا بكرة جبت أهلي وطلبنا رسمي. هلا إذا هي ديتها للقصة أنا موافق. أخ ما عندي مشكلة، فخاري كسر بعضه. أنا شرحه عمي. شو شرحه؟ شرحه بحب أختها حبيبتك. شرحه يا واطي عليك، مو الحق عليك، الحق علي اللي معرفت انا ربي بناتي لحتى طلعوا عن شوري واحد كلب مثل حكايتك لعبلة بعقلة. اذا هيك القصة انا موافق. برجع وبقول لك عمي ما رح لومك ابدا، لاني مقدر وضعك، انت عم تتوجع وتعبان وعاطي على مومياء. بس بحب بشرك واقول لك انه بكره ان شاء الله رح تشوفني انا والوالد عندك. ست الوالده بتعتذر منك لانه عطتك عمره من زمان. الله يرحمها. الله يرحمها. تعيش وتترحم. باي باي يا بطل. اخ حتى البزقه وجعتني. شرف شرف. انا كمان باي. شرف ليديز فيرست. مرقت علي عمي. باي باي. ان شاء الله بفوت. امشي يلا. دلني سد ما يرد. شو بابا؟ راحوا اولاد الافاعي من عندك؟ بابا راحوا، بس هدول اكيد بيعرفوا وين اخواتك. وعم يبتزوني، ما راح يخبروني غير لحتى يجوزون ياهم. قلت له كل واحد يجيب اهله ويجي بكره. شو؟ ليش بابا؟ ليش لحتى ترضوا؟ لك يا بابا مو الحق عليهم. الحق علي انا. لك يا عيب الشوم عليكم يا حلو فاتن، يا عيب الشوم. معلش بابا حبيبي طول بالك، ما تزعل. معلش. بابا كيف بدك تقابل اهليهم وانت مكسور ومطحبش؟ لك يخرب بيتهم هدول اولاد الافاعي، ما انو شايفين كيف وضعك؟ بابا الندل شو بيهمه؟ تاني شي هن عم يستغلوا صغر عقول اخواتك. اخ 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 الله يرحمك يا جدي. ما شاف وش ستي لتالت ولد. عندك نص من النسوان العيش معهم آنية. أخ إيش بعرفني؟ يوسف قال لنا لبناته. لك يا ماما شلون بده يقابل الناس هو مو قدران يقوم من فرشته؟ يعني هدول مجانين غابي ومجد؟ مجانين ما بيفكروا؟
خلصينا بقى يصطفلوا لك يضربوا كلهم بعضهم ليش انا عمون على شي بهالبيت. لك اي قطع عمرك انت بتعني؟ شو هالدكتور بدبقى هار؟ هلا وقتك؟ ايه والله وقته النص. شو وقفت علي؟ ايه غيدا والله انت ما قصرتي يا غيدا، بكفي جايتك لعندي على المستشفى حبيبة قلبي. ايه لا بالنسبة للمصاري انا بس لحتى طيب وتحسن انا بجيب لك ياهو. ايه يا حبيبة قلبي يا غيدا شو بحبك. حبيبة قلبي عم تقول لغيداء حبيبة قلبي؟ لك انت مكسر ومطحبش ولسه فيك حيل تحب علي؟ لك انا ماني عدتك هلو ثلاث دقيقة قبط مشانين انتو تضرب وانتو هيك ايش. لك طولي بالك طولي بالك شوي وينك تعي لك قوي تعي لك لا حول ولا قوة الا بالله. صحة وهنا بابا قلبك. انت استعجلت شوي بشو بابا؟ كنت استنى شوي لحتى الطيب بعدين خلي عرسان الهنا يجوا. لك يا بابا انا المستعجل ولا اخواتك اللي هلكوني يعني بلا ما في بكره وما لاقيهم هون. هالمره اذا زتيت حالي بروح فيها. انا كسبت حالي هالمره كسبت حالي ويصطفلوا هن نصحتهم ما فيه الكفايه وهن بالغين راشدين يعني خليهم يتحملوا مسؤوليه حاله اكثر من هيك شو بقدر اعمل. بابا بصراحه انا في اثنين قاتلين حالهم عم يجوا يخطبوني بس انا ما بحكي معك بالقصه بهيك ظروف. لا جيبيهم جيبيهم صايره وصايره جيبيهم. ما عم بقول لك لحتى تقلي جيبيهم، ان شاء الله 60 عمرهم ما يجوا، انا عندي اهم شيء هلا صحتك. لك بابا. شايفه اصابيع وين الاصابيع؟ تفرجي على اصابيعك، اصابيعك كلها مثل بعضها. اصابيع الكف بتختلف مع انه بايد وحده. انت واخواتك كل وحده لها تفكيرها. خلص يصطفلوا. ساتي احكي لي مين هدول اللي طالبينك؟ خلص بوعدك بس الطيب بقول لك. اخ يا كتافي اخ. خلص بابا خلص بابا مثل ما بدك، انت اختاري وانا موافق على اللي بتختاريه. يا بابا يا حبيبي انا حكيت لك وماني مستعجله، اول شيء بدي اياك الطيب وبعدين لاحق لحتى تخلص مني. الله يسامحك، الله يسامحك يا بابا. خلص ما في مشكله. طيب أنا هلأ رح أتركك تنام وترتاح وإذا احتجت مني شي ناديلي لو حتى بنص الليل. خلص بابا أنت روحي نامي ولا يكن لك فكرة. خلص إذا احتجت شي أنا بناديلك. روحي نامي بابا روحي نامي. الله يوفقك بابا. بدي إياك ترجع الماما على البيت يعني احكي معها بكرة وطيب خاطرها بكلمتين بعدين هي راحت وما عرفت على شو اختلفتوا. عيني خير عيني خير. روحي نامي عيني خير. يلا تصبح على خير. أنت من أهله الله معك الله معك. عمل إبليس بالجنة هالرجع لهم ماما. آخ عمى شلون بدي فوت على الحمام هلا؟ تقلت بالشوربه كثير هلا وقت زعلتك انت الثانيه كنت فوتيني على الحمام شو بدي اعمل؟ انزركنا كثير اخر رجلي. مش الحال لا
الله يعطيه العافية على هالعملة. هلا وقت جوازتهم هدول. لبسي أختي لبسي. شوي يلا شو بنا بابا تحمل لك شي شوي. طولي بالك ما لبست الجاكيت يا زينة. يلا حبيبتي. اي ايدي. يلا بابا يلا ها تيل هيك. ايده شم من نفسه. شوي بالك. لا هيك حرام. شو بنا انتي من افكار. يلا ما بعرف. دقيقة تعيها نشلح وياه من هون نرجع مندخل هديك بعدين نرجع مندخل. يلا يلا بابا يلا. ايوه ايدي ضلوعي. يا عيني عليك يا زي كتافي. يلا بابا ام الافكار. شلون نرجع لنفسه هديك الايد. هو علينا. يلا يلا علينا. يا بابا هيك بتدرسوني هيك بتدرسوني. طيب دقيقة رح جيب كرسي. استنى بابا. رجلي سلامتك بابا سلامتك. يلا يا زينة. يلا ايدي تعيني دفشو هلا لناح الدرج وبعدين نساعد على تنزيله. شو رأيك؟ يلا والله يا انتي ام الافكار فتينا. لولا هالكنباية كان نزل اسمعها على البلاط وطحبش اكثر ما نو طحبش. خلصوني. يلا ها يلا بابا يلا. عريس الهنا. قومي زينة افتحي له. الله يوفقك. انا مالي طايقة اشوفه. هلا اساس كثير انا طايقة اشوفه. امري لله. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بمجد. البابا موجود؟ تفضل عم استنظركم. شرفوا. مرحبا. قوم فيزي على حيلك. شبك بقى؟ اذا سمحت اذا بتريد بابا انكسر على مهلك عليها. تفضلوا. اهلين وسهلين. وهي العصير صار جاهز مشان يتسمموه. قلت لهم هاتي الكاسات وبشيني. هاتي احكي لي شو صار مع امك. والله يا زينة امك حملت حالها وراحت. ما بعرف شو صار بيناتهم. رحت لعند ابوكي حكيت معه حاولت افهم منه بس حسيته مو حابب يحكي بالقصة. لك يا اختي هلا الله يعينه مالك شايفتي مكسر ومطحبش. خلينا نخلص من هالمصيبه وبعدين بنحكي معه. هاتي. يا ترى وينكم يا حلو فاتن وينكم؟ على المطبخ بضلوا صيح بدنا نجيبوا لنا لفايه ما كانوا يردوا. تطرقون على هالشكيله معناتها رح نعمل كتب الكتاب وليله الدخله بيوم واحد. اتكلنا على الله ونعمل اتكال. مبروك لمجد ولحلا. يلا قوم واقف على حيلك. شو ما في احتراق. شبعنا ما قالت لك الزلمه مكسر. لا تواخذنا اخي مشان الله. الله معكم. الله يسر لك. اخ والله مو معروف مين الزلمه من المراه. شو
في زينة؟ شو رأيك هلأ بس يجي جابي اطلع احكي معه انا وزلقه بركي بعرف منه وين حلو فاتن؟ ما بعرف ليش قلبي محسسني انه هو مخطط لهي القصة. ايوه ودخلك شلون بدك تزلقي وهو جاي معه اهله؟ بسيطة، انا بطلع بستقبله بس يجي وبقول له انه بدي اياك بكلمة عجنب. لك اخ والله والله ما اعرف وينهم هالتنتين لروح اشحطهم من شعراتهم، يخرب بيتهم والله شرشحونا. اجا عريس الغفلة، نكمل حديثنا بعدين. مرحبا يا حلوة. اهلا وسهلا. ابوكي هون؟ ايه تفضل، ناطركم جوا. شرف يا بي. شرف شرف. يا بي لو سمحت بس فوت الوالد بدي اياك كلمتين عجنب. ايه تكرم عيونك، رح فوت البابا تبعي لعند البابا تبعك وانسحب واجي لعندي. طيب. شرف يا بي. لك شو بو هذا ابو؟ مو معروف راسه من رجليه. غريبة. ما علينا. شرف يا بي. بيشرك اليمين. ايوه يا عيني عليك. يلا لما لو بعرف هيك كنا اخذنا تاكسي. وقفوني شرف عمي. لا 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 تشد لا تشد انا بقوم لحالي. ايوه عمي شوي شوي يلا. ايوه يلا طيب يلا طيب يلا ايوه بعرفك على ابي. اهلا وسهلا عمي توت عنخ امون. اهلين اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. شو حضرتك منتحر كمان يعني؟ من يومين من يوم زدت حالي من الشباك في محل جابي لأنه طفش من البيت. الله يخلينا يا جابي ويطولنا بعمرك يا طراسك. هاي هاي لا تخبز. ايه روحنا لعمش نضعب انت والمصايب. حاضر حاضر لح اتركهم لحالكم انك تتجاذبوا أطراف الحديث مشان ما شوش عليكم. يلا عن اذنكم. الله يخليكم. عم تحس نفس الوجع اللي عم حسه؟ ما بعرف ليش ما عاد عم بقدر اقعد بنفس القرنة اكثر من 5 دقايق 10 دقايق. شيء بيوجعني. نفس الشيء عندك؟ صار لي شي ربع ساعة قاعد بالقرنة. شو رايك نغير المحلات بلكي بترتاح القرنة الثانية عندي انا. ساعدك. ان شاء الله رح يمشي الحال يا أمورة مريني. ان شاء الله يا رب بيمشي الحال. وسلفا رح اقول لك الف الف مبروك يا صغري. الله يبارك فيك. لك انا شو بدي من هالدنيا غير تكون انت وفتوني سعيدين بحياتكم. اي صغري عيونه شو رايك بس تخلصوا نطلع انا وياك ونشوف فتوني؟ كتير كتير اشتقت لها لانه يا تبري قلبي اشتقتي لها فتوني. يا عيب شو عليكي طحان ما بيغبر على كلاس. هاي اللعبه بنلعبها انا وياكي بس خلص لعبتي مع ابوكي. مو الحق عليك، الحق عليها لهي الغبية يلي مو عرفانة راسها من رجليها. ايه آه على هالزمان. اوه ايه على هالزمان. ايه مغرب ام كلثوم انت شي. ايه لا فريد لطرة شي معناته. لا ايه اخ لمشي لك حافي من الافاعي. رح اعتبر هذا غزل خفيف من حضرتك لحضرتي بس لانك بنته لهالمليونير اللي جوا. وعن اذنك هلا ما عندي وقت، لازم اطمن اذا ابي وقع الكونترا مع ابوكي. عن اذنك. خير خير ان شاء الله خير ان شاء الله. شو عمي بس ما يكون ابي طول عليك. يلا تمام على خير ان شاء الله. امشي ابي يلا لازم تطلع ابي. يلا روح فكلي هالشاش ما عاد عم تطلع من الدور. اطلع من البيت. عن جد عمي والله العظيم ما بعرف شو بدي اقول لك يعني. عن يخرب بيت قلبك هذا انت؟ لكن مين حسبته قلعت برا البيت؟ لك هذا عمك يا غبي. عمي حبيبتي
سلام عنا جوزين كلام رح نحكيهن قصة ركز فيها تمام باختصار رح نحكي كل شي صار قصتنا من الواقع أبدا ما نام هاي سلام عنا جوزين كلام رح نحكيهن قصة ركز فيها تمام باختصار رح نحكي كل شي صار قصتنا من الواقع أبدا ما نام مرته بناته حكاياته طريفة ظريفة ذكرياته صارت مسلسل بناته حياته ياليلي عبنات حياتي وهموم شيبوا لي شعراتي ياليلي عبنات حياتي وهموم شيبوا لي شعراتي ياليلي عبنات حياتي وهموم شيبوا لي شعراتي.